بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الوهاب، الخلاق الرزاق، المحيي المميت، المبدئ المعيد، الذي لا يكون شيء إلا بمشيئته وتدبيره، ولا يحصل شيء إلا بخلقه وتقديره سبحانه وتعالى. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعنوان هذه المحاضرة وقفات مع قول الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. ومحور هذه الآية هو في تقرير توحيد الربوبية وبيان استلزامه لتوحيد الألوهية. فهذه الآية التي يقول الله عز وجل فيها: ولئن سألتهم من خلقهم، يعني ولئن سألت هؤلاء المشركين الذين يشركون في عبادة الله، سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم معترفون بأن الله خالقهم ورازقهم، ومع ذلك فإنهم يعبدون غيره، يعبدون غيره. قال: فأنى يؤفكون، يعني كيف يصرفون ويتركون عبادة الله الذي خلقهم، الذي اعترفوا بأنه هو خالقهم، يتركون إخلاص الدين له ويدعون إخلاص العبادة له فيعبدون غيره. وكثيراً ما يأتي في القرآن الاحتجاج بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وهنا نقف وقفات مع هذه المعاني. فمن الوقفات أن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. والإيمان بربوبية الله عز وجل متضمن للإيمان بوجوده، فلا يكون الشخص موحداً إلا وقد آمن بوجود هذا الرب عز وجل. ووجود الله سبحانه وتعالى قد دلت عليه الدلائل الكثيرة، دلائل الفطرة والعقل والحس وغير ذلك. وقد قال الله عز وجل: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. فالفطرة دالة على هذا الرب سبحانه وتعالى، قال عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فالله عز وجل فطر الناس على الإيمان به، الإيمان بوجوده وربوبيته. والله عز وجل قد خلق عباده حنفاء وفطرهم على الإيمان به. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، لأن الإسلام هو الأصل، الإسلام هو الأصل، الفطرة الصحيحة هي الأصل،
وإنما يحصل الانحراف إلى الأديان الأخرى بالتربية الفاسدة. ومن الدلائل على وجود الله عز وجل دليل العقل، فالعقل دل على الخالق سبحانه وتعالى، لأن هذه المخلوقات لا بد لها من خالق، لا يمكن أن توجد نفسها ولا يمكن أن توجد بغير موجد. وقد دل على هذا الدليل العقلي قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هناك ثلاث احتمالات لهذه الموجودات المخلوقات: إما أن تكون وجدت من غير موجد، أم خلقوا من غير شيء، وهذا مستحيل عقلا، مستحيل أن توجد هذه المخلوقات بغير خالق، هذا مستحيل في العقل. لو قال لك عاقل، لو قال لك قائل إن هذه الموجودات التي حولك قد أوجدت نفسها ورتبت نفسها، لا كان هذا القائل كان مطعونا في عقله. وقد ناظر الإمام أبو حنيفة رحمه الله قوما من السمنية من الملاحدة الذين شككوا وألحدوا في وجود الله سبحانه وتعالى، فواعدهم يوما في مكان وتأخر عليهم، ثم قال: إني انتظرت شيئا، انتظرت أحدا، انتظرت من يوصلني إليكم، فإذا بي وجدت خشبا تتجمع ثم تنتظم حتى صارت سفينة من نفسها وحملتني وجاءت بي إليكم. فقالوا: هذا لا يعقل أن تتجمع هذه الخشب والمسامير ونحو ذلك فتكون سفينة من غير صانع. قال: سبحان الله، أنتم استغربتم واستبعدتم أن توجد السفينة نفسها، فكيف تزعمون أن هذا الكون قد أوجد نفسه بلا خالق؟ إذن نفي الخالق أو الزعم بأن المخلوقات وجدت بلا خالق هذا أمر مخالف للعقول الصحيحة السليمة. إذا هذا الاحتمال الأول أن توجد من غير موجد وهذا باطل، الاحتمال الثاني وهو المذكور في الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، الاحتمال الثاني أن يكونوا خلقوا أنفسهم وهذا باطل، باطل أن المخلوق خلق نفسه، كيف يكون مخلوقا ويخلق نفسه، وهذا باطل في العقول. بقي الاحتمال الثالث وهو غير موجود في الآية ولكنه معروف ببداهة العقل وأسلوب القرآن، أسلوب الإيجاز، يترك ما هو معلوم ومعروف، وهو الاحتمال الثالث أن تكون هذه المخلوقات قد وجدت وأوجدت من الخالق سبحانه وتعالى. وهذا هو الصحيح، أن هذه الموجودات لم توجد من غير موجد ولم تخلق نفسها وإنما خلقها الله سبحانه وتعالى، هذا الدليل العقلي. وأما الدليل الحسي على وجود الباري سبحانه وتعالى فهي أدلة كثيرة، أدلة كثيرة على أن الله سبحانه وتعالى قد أوجد هذا العالم، فالخلق يدل على الخالق. ولما سئل أعرابي عن الله عز وجل وعن وجوده قال: سبحان الله، إن البعرة لتدل على البعير، وإن الأثر ليدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ فهذه المشاهد الكونية كلها من دلائل
وجود وتشهد بوجود الرب سبحانه وتعالى. فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والدلائل الحسية كثيرة، الدلائل الحسية كثيرة، وقد أشارت الآيات إليها، ومن ذلك ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق، دليل الخلق كما سبق، فسوى دليل التسوية، ويشار إليه أحيانا بأنه دليل الإتقان والإحسان. صنع الله الذي أتقن كل شيء، هذا الكون المتقن المحكم الذي لا تجد فيه اختلاف ولا تجد فيه تناقض ولا تجد فيه تفاوت، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، هذا كل هذا الدليل على أن لهذا الكون خالقا. التسوية. والذي قدر فهدى، قدر دليل التقدير، التقدير، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، كل شيء محكم، كل شيء مقدر بشيء موزون وبنسب معلومة. هذه الشمس لو زادت حرارتها لاحترقت من في الأرض، ولو نقصت لا تجمد من في الأرض. هذا القمر بحدوده ومسافته عن الأرض أيضا محكم. هذه السماوات، هذه الأبراج، أنت في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أفلا تبصرون في خلقك، عينك، أذنك، سمعك، بصرك، حواسك، يدك ورجلك وسائر جوارحك، لو تأملتها عرفت دقة صنعها واستدللت بها على عظمة الصانع وهو الخالق سبحانه وتعالى. إذن هذا دليل أيضا تقدير، دليل الهداية، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله عز وجل هدى الهداية العامة، هدى الحيوان، هدى الطير، هدى الطير كيف يخرج وكيف يضع العش وكيف يجلب رزقه، هدى النملة، هدى النحلة، هدى الإنسان، هدى الحيوان، كل هذا دليل على الخالق سبحانه وتعالى. والأدلة كثيرة، وليس هذا المقام لبسطها، قد تكلم العلماء عليها وذكروها. والمؤمن ليس بحاجة إلى الاستطراد بهذا، لأنه مؤمن بذلك وموقن، ولكن قد يحتاج الإنسان إلى ذلك عندما يناظر الملاحدة والمنكرين لوجود الرب سبحانه وتعالى. والإلحاد وهو إنكار الرب عز وجل سبحانه وتعالى قليل في البشرية، وإن وجد أناس يلحدون، ومن أشهر من أنكر الرب سبحانه وتعالى وأنكر الألوهية فرعون، قال: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: أنا ربكم الأعلى، ولكنه كاذب، كما قال عز وجل:
وذكر سبحانه وتعالى في وصف حاله عن موسى عليه السلام قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ولهذا لما أدركه الغرق ماذا قال؟ قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. الإنسان لما يترك التكبر والمغالطة ويرجع إلى الفطرة يؤمن بالله سبحانه وتعالى. وقد كثر الإلحاد في هذا العصر، وصار له دعاة، واستغلوا التقنية وبرامج التواصل لنشر إلحادهم، وإن كانوا هم قلة بالنسبة للعالم ولكنهم يريدون نشر هذا الإلحاد. واليهود أيضاً هم وراء نشر الإلحاد، نشر الإلحاد في البشرية والتشكيك. الإلحاد سواء كان إنكار الرب سبحانه وتعالى أو التشكيك في وجوده، أو التشكيك في وجوده. وهناك أنواع أخرى أيضاً من الإلحاد. فقوله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، هذا فيه بيان أن العرب المشركين كانوا مقرين بالله عز وجل، مقرين بربوبية الله سبحانه وتعالى، ولكنهم لم يكونوا موحدين، لم يكونوا موحدين. التوحيد أيها الإخوة لا يتم إلا بأن يخلص لله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. أن تعتقد أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت وحده سبحانه، وهذا توحيد الله بأفعاله وهو توحيد الربوبية. والثاني أن تقر وتخلص العبادة لله عز وجل، تفرد الله عز وجل بالعبادة، الحب والتوكل والخوف والرجاء والمحبة والخشية والرغبة والرهبة والخشوع والصلاة والذبح والنذر والحج والتوبة وغير ذلك من الأفعال. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فلا يكفي توحيد الربوبية، ولا يكون الشخص مسلماً بتوحيد الربوبية فقط، وإنما لا بد مع توحيد الربوبية أن يخلص العبادة لله عز وجل، فيوحد في الألوهية في العبادة، وهو التوحيد العملي. والثالث هو توحيد الأسماء والصفات، أن نؤمن بما لله عز وجل من الأسماء الحسنى والصفات العليا، كما قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلا يتم التوحيد إلا بهذه الأمور كلها. وكفار قريش الذين حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم بكفرهم وشركهم كانوا مقرين بأن الله هو الخالق، ولكنهم لم يوحدوا الله عز وجل، بل عبدوا غيره، عبدوا غيره وأشركوا في عبادته، فأنكر الله عز وجل عليهم ذلك وقال: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. أنتم طالما أنكم آمنتم بأن الله خالقكم فلماذا
فلماذا تشركون معه غيره؟ فلماذا تنصرفون عن عبادته؟ فلماذا تصرفون العبادة لغيره؟ الواجب أن يفرد الخلاق بالعبادة. ولهذا يقول العلماء إن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إن من وحد الله عز وجل في ربوبيته فآمن بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، فيلزمه أن يفرده بالعبادة. كيف تؤمن بأن الله خلقك ثم تعبد غيره؟ قد أنكر الله عز وجل على هؤلاء المشركين الذين يعبدون أناساً ويعبدون خلقاً مخلوقين لا يخلقون. قال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون. أيشركون ما لا يخلق شيئاً؟ كيف تشرك بالله ما لا يخلق شيئاً؟ كيف تعبد ما لا يخلق؟ كيف تعبد ما لا يخلق؟ والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. وقال سبحانه وتعالى مقررا هذا الأمر: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فأنى قل أفلا تتقون. أنتم ما طالما أنكم آمنتم بأن الله هو الذي يرزق وهو الذي يخلق وهو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو الذي يدبر الأمر، فلماذا تعبدون غيره؟ لا يستحق العبادة من لا يخلق، لا يستحق العبادة من لا يرزق، لا يستحق العبادة من لا يحيي ولا يميت، وإنما يعبد المتفرد بالربوبية وهو الرب سبحانه وتعالى رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. فالله هو الرزاق سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله هو الرزاق، والرزاق هو الذي يستحق العبادة، والله هو الخلاق، والخالق هو الذي يستحق العبادة، والله عز وجل هو الذي يكشف الضر وهو الذي يجلب النفع، فهو المستحق للعبادة. ولهذا فإن توحيد الربوبية هو أصل لتوحيد الألوهية. يعني ما يحقق توحيد الألوهية إلا من حقق توحيد الربوبية. من اعتقد اعتقادا جازما بأن الله عز وجل هو الخلاق الرزاق المحيي المميت المدبر لهذا الكون، هذا الشخص هو الذي يعبد الله عز وجل ويحسن التوكل على الله والمحبة لله والإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. فنحن حينما نقول إن توحيد الربوبية لا يكفي عن توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية لا يكفي للدخول في الإسلام، ليس هذا التوهين وتقليل من شأن الربوبية. لا، الربوبية هو أصل، ولا يكون الشخص موحداً توحيد الألوهية إلا وقد وحد توحيد الربوبية. ولهذا يقول العلماء إن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. يعني توحيد الألوهية متضمن، لا يكون الإنسان موحداً في الإلهية في العبادة إلا وهو موحد لله عز وجل في الربوبية. فالذي يعبد الله عز وجل ويخلص العبادة لله لا بد أن يكون
قد آمن وأقر وجزم بربوبية الله سبحانه وتعالى. أما المشركون، المشركون هم وإن أقروا، وإن أقروا بتوحيد الربوبية، إلا أنهم في الحقيقة لم يحققوا توحيد الربوبية، لم يحققوا توحيد الربوبية، بل وقع عندهم شرك، عندهم شرك في الربوبية وعندهم نقص في الربوبية. نعم عندهم اعتراف وإقرار عام، لكن عندهم نقص وعندهم شرك في الربوبية، كما أن عندهم شرك في الألوهية. وأما المسلم الحق فإنه يوحد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته. وننبه هنا إلى أن أهل الكلام وأهل البدع يجتهدون في تقرير توحيد الربوبية ويغفلون عن توحيد الألوهية، فيجعلون توحيد الربوبية هو الغاية، وهذا خطأ، وهذا خطأ. نعم توحيد الربوبية مطلب وأصل، لكن ليس هو الغاية، ولا يكفي، ولا يكفي للدخول في الإسلام. ومن الأخطاء عند أهل الكلام أنهم فسروا الإله بإيش؟ بالخالق. فسروا الإله بالخالق. ما وجه الخطأ هنا؟ ما الذي يلزم على هذا، على هذا الكلام؟ يعني بمعنى أنهم يقولون معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، قالوا الإله الخالق، هل هذا صح أو خطأ؟ التفسير خطأ، تفسير لا إله بذلك خطأ. ولو كان هذا التفسير صحيحا لكان المشركون إيش؟ موحدين، لأن المشركين يقولون لا خالق إلا الله، لكنهم لا يقولون لا إله إلا الله. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ولما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجاب. ولهذا يقول الشيخ الإمام بن محمد بن الوهاب رحمه الله إن مشركي العرب يعرفون معنى لا إله إلا الله أكثر من مشركي زماننا، لأنك تجد بعض المشركين في الزمن الحاضر يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله، فهو ما يفهم معنى لا إله إلا الله. لكن المشركين السابقين، لكن مشركي العرب، لكن مشركي قريش لا يقولون لا إله إلا الله، لأنهم يعرفون ويعلمون أن معنى الإله أنه إيش؟ هو المعبود، الإله المعبود، وليس معنى الإله الخالق. لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله امتنعوا، مع أنهم يقولون لا خالق إلا الله، ولئن سألت من خلقهم لا يقولون الله. فالإله غير الخالق، معنى الإله أي المعبود المألوه الذي يستحق العبادة. فتفسير أهل الكلام وأهل البدع مع أن تفسيرهم الإله بالخالق أو القادر على الاختراع تفسير باطل، لأنه يلزم عليه أن يكون المشركون موحدين، ولأنه يلزم على ذلك تفسير لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية، ومعلوم أن توحيد الربوبية لا يكفي للدخول في الإسلام، ولا ومن وحد في الربوبية ولم يوحد في الألوهية فليس بمسلم. لا بد من أن يكون مع إقراره وتوحيده واعترافه وجزمه بربوبية الرب سبحانه وتعالى، لا بد أن يكون موحدا في عبادته لله، فلا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا هو دعوة الرسل. قال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. طيب سؤال، الرسل عليهم السلام دعوا إلى توحيد الربوبية أو إلى توحيد الألوهية؟ الرسل عليهم السلام هل دعوا إلى الربوبية أو إلى الألوهية؟ ها؟ الألوهية؟ يعني ما دعوا للربوبية؟
الحق نقول إن الرسل عليهم السلام دعوا إلى توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ولكنهم ركزوا في دعوتهم على الألوهية لأنها هي التي فيها النزاع وهي التي فيها الخصام وهي التي وقع فيها الخلاف والشرك. أما توحيد الربوبية ففي الغالب أن الناس موحدين في هذا، يعني مقرين به، مقرين بالربوبية، لكن الرسل في دعوتهم للتوحيد دعوا للتوحيد بشموله بجميع أنواعه، دعوا لتوحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ولا يتم التوحيد إلا بذلك كله. هل يقع شرك في الربوبية أو لا يقع الشرك إلا في الألوهية؟ الجواب أن الشرك يقع في توحيد الربوبية كما يقع في توحيد الألوهية. طيب ما مثال الشرك في الربوبية؟ عرفنا أن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، ما مثال الشرك في الربوبية؟ مثاله أن يعتقد الشخص أن مع الله خالقا. من اعتقد أن مع الله خالق لهذا الكون فهذا مشرك في الربوبية. من اعتقد أن أحدا يرزق مع الله فهذا مشرك في الربوبية. من اعتقد أن أحدا يدبر هذا الكون مع الله فهذا مشرك في الربوبية، لأن تدبير الكون لله وحده سبحانه وتعالى. فالذي يعتقد أن أحدا مشارك لله في التدبير لهذا الكون، سواء كان هذا ملك أو نبي أو ولي، يعتقد في الأولياء أنهم يدبرون الكون، فهذا شرك في الربوبية والعياذ بالله. لا يدبر هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يخلق إلا الله عز وجل. فالله هو المتفرد بالخلق والملك، تبارك الذي بيده الملك. وأحيانا يأتي توحيد الربوبية، تأتي الدعوة إلى توحيد الربوبية وتقريرها ثم ألوهية ثم يختم بربوبية. وقد سمعنا من إمامنا حفظه الله في هذا اليوم آية في هذا، ويقول تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو إيش يحيي ويميت. ملك، هذا توحيد إيش الربوبية، ملك السماء له ملك السماوات والأرض، ثم قال لا إله إلا هو توحيد إيش الألوهية، ثم قال يحيي ويميت وهذا توحيد الربوبية. فهذا يبين لك أيضا أهمية الربوبية، وأن توحيد الربوبية أصل للألوهية، وأن أسلوب القرآن يأتي بتقرير الربوبية لتقرير الألوهية. وأول أمر في القرآن في ترتيب المصحف هو الأمر بعبادة الله، في قوله تعالى إيش أول أمر؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم إيش الذي خلقكم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم، فاستدل بالربوبية على وجوب الألوهية وعلى إفراد الله عز وجل بالعبادة. إذن قد يقع الشرك في الربوبية، وقع الشرك في الربوبية من المشركين، ويقع الشرك في الربوبية من بعض المنتسبين للإسلام، مثل من يعتقد أن أحدا يشارك الله عز وجل في تدبير الكون أو يشارك الله في الخلق، أو ينفع أو يضر من دون الله. الخلق ما يملكون شيء، لا نفع ولا ضر، والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير لفافة على النواة، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. وقال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله
لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. تدعون من دون الله أناس لا يستطيعون أن يخلقوا ذباب وهو من أحقر المخلوقات، حتى لو أن الذباب سلبهم شيء لم يستطيعوا أن يسترجعوه، فكيف يعبد هؤلاء؟ لا يستحق العبادة من لا يخلق، كما قال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. كيف تشرك، كيف تدعو، كيف تعبد شخص لا يخلق؟ فأنت طالما أنك أقررت بأن الله هو الخالق، يجب عليك عقلا وشرعا وفطرة أن تخلص العبادة لهذا الخالق فقط، وألا تعبد مخلوق مربوب محتاج فقير إلى الله. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الغنى المطلق لله سبحانه وتعالى، الغنى المطلق لله، الملك المطلق لله، الأمر المطلق لله سبحانه وتعالى، فهو الذي يستحق العبادة وحده دون سواه. فهذا من تقرير هذا التوحيد وبيان أهمية توحيد الربوبية، وأنه أصل للألوهية، ولكنه لا يكفي للدخول في الإسلام. فيجب على من وحد الله عز وجل في ربوبيته أن يفرده بالعبادة والتقرب والتأله، لأنه هو الذي يستحق وحده. ولهذا عز وجل أنكر على المشركين الذين يقرون بربوبية الله بأنه هو المحيي المميت المدبر لهذا الكون الخالق الرازق، ولكنهم لا يفردونه بالعبادة. أنكر عليهم سبحانه وتعالى ذلك، وبين سفههم وجهلهم وانحرافهم عن الجادة، حيث إن الواجب عقلا وشرعا إفراد الخالق الرازق المدبر لهذا الكون، إفراده بالعبادة والخوف والرجاء والمحبة والتأله والتوجه بجميع أنواع العبادة. هذه بعض الوقفات مع هذه الآية التي بيّن الله سبحانه وتعالى فيها إقرار المشركين بتوحيد العبادة وبخلق الله عز وجل لهذا الكون، وألزمهم بعبادته وبإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وأن هذا هو الواجب، والواجب على كل الناس، الواجب على كل الناس. والمسلم يقرر هذا وهذا ويؤمن بهذا وهذا، وأنت حينما يعني توحد الله عز وجل حقيقة التوحيد للربوبية، فإن هذا يجعل عندك الإيمان القوي في التوكل على الله سبحانه وتعالى، وفي التوجه لله عز وجل، وتفويض الأمر إليه، وسؤاله ودعائه وخشيته، لأن استحضار ربوبية الله عز وجل، استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى وملكه وتدبيره وتصرفه في هذا الكون، لا شك أن هذا يعني يزيد من رقابة المسلم لله سبحانه وتعالى، وشهود كمال الرب عز وجل وربوبيته وخلقه وتدبيره لهذا الكون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا موحدين له سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال وفي السر والإعلان. إن ربي على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.